الإدارة اللي خاي مارسيليا أولمبياكو العقل المدبر لكل عمليات تشيلسي. إنغولو كانتي الرئة الثالثة فرنسي إنغولو كانتي كانتي تحذير كرة في وسط الميدان طلبها من آت فيليكويتا كابتن مع لويس فاريز. هذا هو جوان فيليكس اللي كانتي أكيد 10 لاعبين لإنغولو كانتي كل لاعبين أتلتيكو في الدفاع. الضغط العالي من جانب البلوز يولد الأخطاء وإنغولو كانتي في الويفا الشامبيونز ليج هدف واحد لم يسجل 9 دقائق لعب منذ بداية المباراة قمة إسبانية. ثم جاء إعصار أتلتيكو بثلاثة أهداف برصيد 51 نقطة من 29 نقطة من 27 مباراة بفيرو أغلى صفقة انتقال في تشيلسي للأ لكن تبقى بألوانها الزرقاء. حكيم زياش ممتاز 198 وشوان فيليكس راو بيكوكي بألوان أتلتيكو مدريد ليس أمامه إلا عادل رشكون. إنغولو كانتي الضغط الديفيرتي مع ضغط كبير تضييق المساحات من جانب البلوز ربع ساعة لنهاية الشوط الأول. دائما الكرة الإيطالية الذي لعب لتشيلسي من 1996 من رقم 1 إلى رقم 11 لذلك وهذه كرة إسبانية يتصدى لها فيرتس 9 انتصارات 4 تعادلات وما زالت أطلس حكيم زياش كورة ريس جيمس إنغولو كانتي لا يكل ولا يمل في كامل آتي في مداره التبع حذر كانتي كانتي لكوفازيتش تدخل الموسو يحاول أتلتيكو لويس فاريز زياش إنغولو كانتي والتفوق لإنغولو كرات لندنية إلى 4-3-3 لقلب المعطيات ثبات في تغيير كرات قصيرة وأرضية وأكبر هداف أمام كافاني في المنتخب الميسي كرة من إنغولو كانتي على كذلك. هذا بالنسبة للمغارب بلوز هيرموسو اللي نشط جدا إنغولو كانتي سهل الكرة ويعدي توماس بالجبروت الدفاعي بقيادة أنطون بيري بعيد مينيز يتواصل بلوز على جوان فينيكس والتسويف انذار رائع من الموسو. إنغولو كونتي المهول على طريقة أداما تراوري. إنغولو كونتي أحد الرجالية اللندنية تخيلوا هذا السبرينت لإنغولو كانتي وفريق تشيلسي بريال مدريد.